تحية طيبة لكم، نرحب بكم مشاهدينا لمرة أخرى. لجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي تناقش وضع ملف حقوق الإنسان في الجزائر بعد أن أصدرت فيما مضى بيانات وتقارير عما وصفته بالتدهور الفظيع للحقوق والحريات. ورغم التصريحات العديدة الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزير الاتصال الإعلام بين قوسين عمار بالحمر بأنه لا وجود لسجناء سياسيين في الجزائر وأن الحريات محترمة بما فيها حرية التعبير والصحافة، وما يتردد هنا وهناك مجرد إشاعات وبيانات تنقصها الدقة، فإن كثير من المؤسسات الأممية الحقوقية ومنها Human Rights Watch، العفو الدولي أمنيستي، مفوضية جنيف لحقوق الإنسان، خبراء الأمم المتحدة أيضا، كل هذه الجهات مجتمعة بدا للجميع أنها ليست راضية عن ممارسات السلطات الجزائرية بخصوص ملف حقوق الإنسان، لأنه لحد الساعة ما زال هنالك تضييق على الناشطين والصحفيين، سجن مئات من الحركيين، اتهام بعض منهم بالانخراط في منظمات إرهابية، حل جمعيات منضوية في المجتمع المدني، مصادرة الرأي الآخر أو المخالف، انعدام مساحة الانتقاد السلمي في الإعلام الذي صار مدجنا بامتياز كما يصفه كثير من الإعلاميين المستقلين. وهذا ما جاء خصوصا بعد مناسبة 22 أكتوبر، أي اليوم الوطني للصحافة الجزائرية. إذن مشاهدينا، سنتساءل مرة أخرى رفقة ضيوفنا من رجال قانون ومحامين وحقوقيين عن وضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين بصفة عامة، وماذا جاء في النقاش أو ما الذي سيطرح في النقاش حول ملف حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، وما هي أبعاد ودلالات العودة للموضوع من جديد رغم إصرار السلطات على النفي لهذه التقارير والبيانات الدولية. لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي تدرس من جديد ملف الحقوق المدنية والحريات الأساسية في الجزائر. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشكك في المؤسسات الدولية الحقوقية ويصف تقاريرها وبياناتها بغير الدقيقة. محامون وحقوقيون ينددون بانتهاك السلطات المستمر للحريات الأساسية للمواطنين وعلى رأسها حرية الصحافة. الرقابة المشددة والتضييق على الناشطين وسجن المئات من الحركيين أبرز العناوين في واقع الجزائر الجديدة. السلطات الجزائرية أصبحت لا ترد على التقارير الدولية وتؤكد أنه لا وجود لناشطين وصحفيين في السجون. هيئة الدفاع عن معتقل الحراك السلمي تسجل تزايد عدد سجناء الرأي وتطعن في رواية السلطات ومخرجاتها. توالي صدور البيانات والتقارير الدولية عن قتامة وضع حقوق الإنسان في الجزائر دليل أكبر على الخرق الفظيع لها. أرحب بكم من جديد مشاهدينا، كما نرحب بضيوفنا من أساتذة كما أسلفت وحقوقيين ورجال قانون. بداية معنا الأستاذ سفيان شويطر المحامي والخبير بعد الانتقالية، وكذلك العريف أو القابل بقانون الدولي الخاص بالقانون الدولي. أستاذ سفيان، هل هذه الجلسة التي ستنظر فيها هذه اللجنة، لجنة شؤون حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، انعقادها مرة أخرى يفهم منها أن السلطات الجزائرية ما تزال تتمادى في انتهاك حقوق الإنسان، أو أنها لم ترد على هذه الانشغالات التي أبداها أعضاء هذه اللجنة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة للجميع. شكرا. أولاً، الاجتماع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي هو جاءت بعد سنة من تبني ثاني لائحة البرلمان الأوروبي حول تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وكان في نوفمبر 2020. هذا الاجتماع في حقيقة الأمر حتى لو قرر بالأمس على أن يكون يعني ليس بشكل عمومي يعني بيبليك، يصبح سري نظرا للمواضيع التي تناقش فيه، أكثر لاتخاذ بعض قرارات أكثر فاعلية. نعم. وفي بعض الأحيان تتطلب الفاعلية يعني الإفيكاسيتي بعض السرية في الأمور هذه. أولاً، هو المتابعة حول تطور وضعية حقوق الإنسان بعد اللائحة الثانية
هل كان في هناك تطور إيجابي بالنسبة لوضع حقوق الإنسان أم هناك تطور سلبي؟ المنظمات الغير حكومية والنشطاء حقوق، البعض النشطاء حقوق الإنسان الجزائريين، وأنا قدمنا التقارير المفصلة سواء مع البرلمانيين الأعضاء اللجنة الفرعية، وأعطينا كل المعطيات الواقع الذي يثبت أن السلطة الحاكمة في الجزائر ليس لديها الإرادة السياسية حول حماية وترقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بل العكس، لديها الإرادة السياسية للانتهاك والمزيد في انتهاك لحقوق الإنسان، بل أصبحت تعطي رسالة وهي تريد إعادة النظر حتى في مكاسب أكتوبر 88، من بينها التعددية الحزبية وحق إنشاء الجمعيات، وخاصة بعدما أصدر قرار بحل جمعية الراجل التي أسست سنة 1993. إذن التقارير والنقاش الذي، لأن السرية ربما كاين مواضيع لا نتكلم عليها، على كل حال لأن هناك. طيب، هل السلطات الجزائرية أستاذ سفيان ردت على هذه اللائحة اللي صدرت من قبل؟ كانت هناك في سنة من قبل، كانت هناك حملة من التهريج، أنا أسميها حملة التهريج، من البرلمان ومن البيان وزارة الشؤون الخارجية، وقد بينا آنذاك على قناة المغاربية قصة وبوثائق رسمية من ممثل الجزائر في بروكسل، هناك ازدواجية الخطاب السلطة الجزائرية في الانتقادات الدولية حول حقوق الإنسان. من جهة للشعب الجزائري تقوم بهذه الحملات التهريج وهي ترفض الانتقادات والتدخل في الشأن الداخلي، ولكن فيما يسمى بالمراسلات الدبلوماسية لكوريسبوندونس دبلوماتيك، وهي الأساس في العلاقات الدولية، هي لا ترفض مبدئيا مناقشة مع الأطراف الخارجية حول ملف حقوق الإنسان، ولكن لا تريدها فقط أن تكون في جلسة علنية لكي ربما الإعلام العالمي لا يكشف ما يقع في الجزائر من انتهاكات لحقوق الإنسان، أما أنها تناقش. كذلك النظام الجزائري من خلال المراسلات، من خلال ما يسمى في إطار الشراكة الأورو المتوسطية مع الاتحاد الأوروبي والاجتماعات الدورية إلى آخره، هو يقبل يتناقش، ولكن ليس لديه الإرادة الحقيقية للتحاور ولإيجاد ما هي، إن كانت وجود هناك عوائق، لماذا لم يتمكن من ترقية حقوق الإنسان ومعالجة حقوق الإنسان. المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ندرت مرتين وهي تندر، وأن هناك وضع خطير ومتدهور لوضع حقوق الإنسان. البرلمان الأوروبي قام بلائحتين، واحدة في سنة 2019 والأخرى في 2020، حول الانتهاكات لحقوق الإنسان و الميكانيزمات والآليات حماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، من مقررين، من الفريق العامل حول الاحتجاز التعسفي، راسلوا عدة مرات للحكومة الجزائرية لحالات فردية التي طرحت عليها، وإلى غاية هذه الساعة النظام الجزائري يثبت أنه ليس لديه في الحقيقة الإرادة السياسية لمعالجة هذه الأمور والتراجع عن الأخطاء التي يرتكبها، ولكن بالعكس أنه بدأ يعني سياسة الهروب، بدأ يسن تشريعات مسة بالحقوق والحريات الأساسية، لأنه في الحقيقة حتى الإصلاحات، وهذا بينا أن ما يسمى بالإصلاحات الدستورية هي إصلاحات في الحقيقة للواجهة، لأن من جهة يقوم بنص واعتراف بالحقوق والحريات الأساسية في الدستور، ولكن في نفس الوقت يضع تشريعات تفرغ من محتوى هذه الحقوق والحريات الأساسية، من بينها قانون الجمعيات، قانون التظاهر، القانون العقوبات إلى آخره، وخاصة ندرنا
التوسع الآن، التوسع في استعمال قضايا متعلقة بالإرهاب ضد المعارضين السياسيين المسالمين، وهذا بناء على المادة 87 مكرر، اللي هي في الحقيقة أمر كانت خطيرة، أدمجت في القانون العقوبات الجزائري في سنة 1995 عندما الغاو المرسوم التشريعي المتعلق بقانون مكافحة الإرهاب، ووضع في، لأن هذا المادة هذه كانت في قانون استثنائي ثم أدمجت في قانون عادي، وهذه الخطورة. وأنه في سنة 2008 لجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة طالبت السلطة الجزائرية في ما يسمى بالملاحظات الختامية حول تقرير الجزائر على مراجعة هذا التعريف الإرهاب، لأنه غير دقيق ومبهم، وبالتالي يسهل التعسف في استعماله. في ثم في 2018 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للأمم المتحدة كذلك في ملاحظاتها الختامية حول تقرير الجزائر، وفي الفقرة 17 أكدت ذلك على أساس ضرورة مراجعة هذا التعريف تاع الإرهاب لأنه مبهم وغير دقيق، وبالتالي قد يستعمل بشكل تعسفي. بل أن هذه اللجنة المعنية في 2018 عبرت عن خشيتها أن تستعمل هذه المادة ضد حتى نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، وهذا ما ثبت الآن. نعم، هذا ما هو موجود الآن، هناك من الصحفيين والناشطين من اتهموا بهذه التهمة، هي الانضواء أو الانخراط في منظمات إرهابية. نعم، عندك مثلا على سبيل المثال قدور شويشة وزوجته مسؤول الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وهو ناشط حقوق الإنسان متابع بتهمة الإرهاب، زوجته جميلة لوكيل صحفية متابعة، سعيد بودور وهو ناشط في الرابطة الجزائرية، عندك حسن بوراس أيضا، حسن بوراس نفس الشيء. إذن أصبحت تستعمل ضد النشطاء. إذن ما كان تخشاه اللجنة المعنية للأمم المتحدة في سنة 2018 بعد ما كان هناك نقاشات معها إلى آخره تأكد الآن في الأرض الواقع، وهذا ملموس يعني بالوثائق القضائية لدينا. هذا من جهة، من جهة كذلك الآن أصبحت الخطورة في التوصيف من هم الأشخاص ومن هم الجماعات الإرهابية، وشفنا في كأنك تشير لهذه القائمة التي يتحدثون عنها، قائمة الإرهاب، بمعنى يضيفون من يريدون إضافته ويشطبون أي اسم لا يريدون أن يبقى في القائمة. بالضبط، وهذا بشكل تعسفي، ولا يوجد يعني ماهوش مسار قضائي، ماهوش القضاء من يحدد. السؤال المطروح، هل أن هذه اللجنة اللي متكونة من الأجهزة الأمنية عندما تضع في القائمة أن فلان هو إرهابي أو أن جماعة إرهابية، كيف يتعامل القضاء؟ هل القضاء سيبرأ لولا أنه كيف يتعامل؟ وهنا تطرح مشكلة أنه القضاء يصبح خاضع للسلطة الأمنية، وبالتالي أنه قضية أنه الفصل ما بين السلطات غير موجود حقيقة، وأن القضاء غير مستقل، وهذا من جهة أخرى. من جهة أن الطريقة الوضع هذه القائمة والوصف بطريقة لا تحترم حق الحق الشخص الآخر أن يدافع، يعني أنه لو كان مسار قضائي، لو كان مسار. ألا ترى بأنهم بذلك يقعون في تناقض كبير أستاذ سفيان؟ وهم غدا افتتاح السنة القضائية، السيد تبون تكلم عن صلاحية القاضي وأنه يجب أن يكون نزيها مستقلا، السلطة التنفيذية بعيدة كل البعد عنه، ولكن أنت الآن تثير مشكلة هذه القائمة والتحكم الأمني فيها. هو نفسه لو كان هو لا يعرف المبدأ دولة القانون والاستقلالية للقضاء، لو كان يعرف كذلك، لو كان يحترم ما قدم، يعني ما أدى اليمين اليمين الدستوري وحلف على المصحف الشريف احترام حقوق والحريات الأساسية واستقلالية القضاء إلى آخره والدستور الجزائري، كان لا يتدخل في القضايا المطروحة أمام القضاء. وأنا أشير إلى قضية كانت معروفة وكان فيه نقاش عام، وهي قضية الصحفي خالد دراني عندما كان في محل التحقيق، بل تكلم هذا الكلام، تدخل في الشأن القضائي، بل أعطاه تهمة لأصلا ما هيش موجودة، يعني تاع خبرجي وأنه تعامل مع جهات أجنبية، رغم أن النيابة العامة لم تتهم خالد راني مثلا بهذه التهمة. وبالتالي فهذا تدخل، وهذا في الحقيقة ليس فقط تدخل، وإنما تدخل من أجل التأثير حول مسار العمل القضائي، لأن القاضي يعرف الجزائر لأنه مرتبط
بإرادة ما يسمى برئيس المجلس الأعلى للقضاء وهو رئيس الجمهورية في الترقية في التعيينات إلى آخره، وبالتالي فهو يخضع للسلطة التنفيذية، وبالتالي لا يمكن للقاضي أن يتخذ موقف يتعارض حتى ولو كان يتعارض مع ضميره، ولكن لا أعتقد أنه سيخالف ما أتت طيب. به سواء السلطات الأمنية أو رئاسة الجمهورية من مواقف. نعم، نرحب الآن مشاهدينا بانضمام الأستاذ سعيد زاهي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي السلمي من الجزائر عبر سكايب. أستاذ سعيد، بعد تحيتك، الحديث عن هذه الجلسة، جلسة أخرى تضاف لباقي الجلسات التي كانت قد نظمتها لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي للنظر في ملف حقوق الإنسان في الجزائر. يا ترى هل تطور هذا الملف؟ هل هنالك إيجابيات؟ هل هنالك مساوئ؟ كيف تنظرون أنتم في الداخل كمحامين، كحقوقيين، كأعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك لهذه الجلسات التي تقوم بها هذه اللجنة أو منظمات أخرى دولية حقوقية؟ مساء الخير سي عثمان. مساء النور، مرحبا. مساء الخير لضيوفك الكرام ولكل متتبعي قناة المغاربية. شكرا لك. في كل أنحاء العالم، موضوع اليوم حسب ما سمعت زميلي المحترم يتكلم في بخصوص حقوق الإنسان وحول سؤالكم حول الوضعية حقوق الإنسان، نعم، وهذه المتابعات اليومية المتكررة لنشطاء سلميين. أود القول بداية أنه حدثت ثورة شعبية في الجزائر أو حراك أو ما نسميه الحراك الشعبي خلال ابتداء من 22 فيفري 2019. نعم. أستاذ سعيد. أستاذ سعيد، على ما أظن نعم وقع الانقطاع في الانترنت. أستاذ سعيد معنا؟ أستاذ سعيد الزاهي سيعود لنا أكيد بعد لحظات. نعم أستاذ سفيان، نكمل دوما في الإطار نفسه. الآن نتحول إلى مسألة التكذيب المستمر للسلطات لمن نسميه نحن وأنتم أيضا سجناء الرأي. قال هذا رئيس مجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذلك وزير الإعلام بلحيمر، وكذلك حتى على لسان تبون غير ما مر في لقاءات صحفية، لا وجود لسجناء سياسيين أو سجناء رأي في السجون الجزائرية. لا، هذه التكذيب هو في الحقيقة يعني لا أساس له، يعني مضحك للأسف لشخصية هذه تقبل للأسف هذا يتحملون مسؤولية أمام التاريخ في هذه الأمور الفاضحة. خلينا سيدي من التهم المحامين والنشطاء حقوق الإنسان والمنظمات الغير الحكومية، نلجأ إلى بما أن رئيس المجلس لحقوق الإنسان كان عضو سابق في لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، بوزيد الأزهري، من بين الخبراء البوزيد الأسد البوزيد الأزهري كان عضو من بين 18 خبير في هذه اللجنة. كيف هو موقف مثلا في المؤسسات والميكانيزمات الأخرى كفريق العمل حول الاحتجاز التعسفي اللي يتشكل من 15 خبير ذو مستوى عالي في القانون الدولي لحقوق الإنسان وذوي مصداقية، وشاركت كل الدول أعضاء الأمم المتحدة في انتخاب بما فيها الدولة الجزائرية، لست أنا، وكل القضايا التي طرحت عليها أنصفت الضحايا واعتبرت أنهم أولا أنهم ضحايا للاعتقال التعسفي. نأخذ آخر قرار في الجزائر وقضية الناشط السياسي أو الناشط السياسي كريم طابو، المنسق لحركة الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي الاجتماعي بالضبط إلى آخره، اعتبرت أن الحجز واعتقاله لمدة أنها تعسفية تمييزية ديسكريميناتوار. علاش؟ لأن يعتقلون أشخاص الذين يعارضون سياسات النظام، ولكن لا يعتقلون الأشخاص الذين يعبرون عن رأيهم المؤيدة على للنظام، وبالتالي في هناك تمييز بين المواطنين، الذي يعارض يقمع والذي لا يعارض لا يقمع، وهذا التمييز أن لم تحترم حقوقه، من بينها حقوقه في الحضور المحامي أمام الشرطة القضائية، وهذا ما أكدته في الحقيقة آخر مراسلة
خبراء الأمم المتحدة في 4 أوت 2021 لمقر الأمم المتحدة حول التعذيب، مقر الأمم المتحدة حول حرية التعبير والتجمع، ونائبة رئيس الفريق العامل التي اعتبروا في أحد القضايا تعطيل بالضحية التعذيب من بين سامي دانوني، نبيل بوسكين، أيوب شتوح، والطفل نعم بيض، والطفل أنا ذاك سعيد شتوان. وفي المراسلة اللي هي وأنا نشرتها على صفحتي وهي منشورة في المراسلة حول في صفحة المفوضية السامية، يتكلمون على أساس أصبح الاعتقال التعسفي والاعتقال السري وهذه الخطورة الاعتقال السري ربما سنناقشها فيما بعد أصبحت ممارسة ممنهجة سيستيماتيك المتظاهرين الحراك براتيك سيستيماتيك المصطلح إلى آخره. وهذه هي الخطورة، أصبحنا عن ما يسمح الاعتقال التعسفي بشكل ممنهج وخاصة الاعتقال السري، فنحن نقترب أمام جرائم ضد الإنسانية. سأعود إلى أستاذ سفيان، سأعود إليك نعطي فرصة للأستاذ سعيد بعد أن حدث الانقطاع المفاجئ. تفضل أستاذ سعيد. نعم، قلت بأنه انطلاق الحراك الشعبي هذا من أجل بناء مؤسسة دولة المؤسسات. نعم. دولة المؤسسات ترتكز على 3 أعمدة كما قلت، هو احترام الحريات الفردية والجماعية وحرية الصحافة واستقلالية القضاء. الآن طبيعة الحال، طبيعة السلطة وتركيبتها، هذه الحقوق لا تؤمن بها بحكم عيشهم وتربيتهم في نظام الفكر الواحد والحزب الواحد. أعتقد أنه بوجود هؤلاء لا يمكن ولن يسمحوا بتحقيق هذه الدعائم حقيقة. كما قال زميلي المحترم أنه في بعد ثورة أو بعد أحداث أكتوبر 5 أكتوبر 1988 شاهدنا هناك تعددية حقيقية، دستور الانفتاح، انفتاح حقيقي كانت في سنوات بداية التسعينات، كان هناك حوار على مستوى القنوات حتى القناة العمومية، وكان هناك حوار مفتوح لكل الحساسيات ولكل الأطراف السياسية. بعد ما حدث من أزمة في التسعينات للأسف الكبير، وأنا قلتها، الجزائر الآن 3 مراحل. مررنا بمرحلة الشرعية التاريخية بحكم أن الذين حرروا البلاد حكموا لأنهم مجاهدين وحرروا البلاد، حكموا بموجب الشرعية التاريخية. ثم جاءت المرحلة الثانية، شرعية القوة، ولكي لا نكرر ما حدث في تلك الفترة من التسعينات. الآن الشعب الجزائري من خلال حراكه في 22 فبراير 2019 يريد أن يعود إلى السيادة الشعبية وهي الشرعية الشعبية الحقيقية. نعم. كيف تحدث هذه؟ كيف يتحصل الشعب الجزائري على هذه الشرعية؟ هو فتح إقامة انتخابات حقيقية يعبر الشعب من خلالها عن اختياره لمؤسسات الدولة الجزائرية. كيف تتم هذه العملية؟ يجب الانفتاح على، يجب أن تكون الإعلام مفتوح، أن تكون حرية إنشاء الأحزاب والجمعيات. الغريب في الأمر أنه من خلال التعديلات الدستورية التي تمت مؤخرا كلها تصب في هذا المنحى، وهو احترام الحريات وحرية الصحافة وحرية إنشاء الأحزاب، إلى غاية التعديل الأخير والتي تم الاستفتاء عليه في الدستور في سنة 2020، وخطاب السلطة والرئيس الحالي أنه يفتخر بأنهم سنوا دستورا جديدا يضاهي في قوانينه وفي مواده قوانين الدول الديمقراطية الكبرى. بالرجوع إلى هذا الدستور نجد في باب الحريات نجد من المادة 34 إلى المادة 77، أي حوالي 43 مادة كلها تتحدث عن احترام حقوق الإنسان، حرية،
حرية الصحافة، عن حرية إنشاء الأحزاب، عن حرية التعبير، عن حرية التظاهر السلمي. لكن المشكلة ليس في النصوص، وإنما المشكلة في التطبيق. دائما، لأن عقلية السلطة الحالية لن تسمح ولا يمكنها ولا تستطيع حتى وإن حاولت أن تساير هذا التغيير. والآن ما نشهده خلال بعد الحراك الشعبي والأدهى والأمر من ناحية المتابعات أو انتهاج السياسة الأمنية القمعية المنتهجة حاليا، أيضا التمييز بين المواطنين، حراك شعبي، ملايين من الشعب الجزائري خرجت في 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 مظاهرات سلمية تطالب وترفع شعارات. الآن ما يحدث أنه لا يتابع هؤلاء جميعا، وإنما يتابع رموز أو في اعتقادها محركي الحراك الشعبي على وقائع. الآن تتم المتابعات بالجنح المعروفة والمساس بسلامة ووحدة الوطن، بنشر أخبار كاذبة مغرضة من شأنها أو إهانة هيئة نظامية عمومي والعام، بإهانة هيئة نظامية، بإهانة رئيس الجمهورية. كل هذه الجنح يتابع النشطاء على أساس وقائع حدثت أثناء الحراك الشعبي سنة 2019 سنة 2020، بينما والتناقض في ديباجة هذا الدستور يتكلم عن الحراك المبارك. ولكن سعيد، النظام لا يعترف بأن هؤلاء سجناء رأي. صحيح أنهم شاركوا في مسيرات سلمية ورددوا شعارات مثل ما كنا نتكلم، دولة الحق والعدل والقانون، أو ربما يقولوا إن الانتخابات لم تكن نزيهة، ولذلك أنت لست شرعيا سيد تبون، ولكن مع ذلك يسجنون. التهمة لهم ليست تهمة الرأي أو الفكر. طبيعة الحال الآن ما نشهده حاليا هو استعمال القضاء، وأنا لست الذي أقولها، وشاهد شاهد من ألا رئيس نقابة قضاة الجزائر شخصيا يقول أن هذه المتابعات هي متابعات سياسية بامتياز، ويقول أيضا في سياق حديثه يجب إبعاد القضاء عن حل حالة مشاكل سياسية داخل أجهزة القضاء. كلام من طرف قاضي أو ممثل للسلطة القضائية. إذن أقول فقط، واعتقادي وإيماني في الجزائر لن يحل هذا الإشكال، لأن قضية الحقوق والحريات على مر التاريخ وباستقراء التاريخ الثورة الفرنسية ولا في أمريكا، كل الحريات تنتزع وتدفع فاتورتها لتحقيقها. أنا من المؤمنين لا بالقرارات الأمم المتحدة ولا بالاتحاد الأوروبي ولا أي شيء. يجب على الجزائريين وخاصة الجيل الجديد، وأنا حضرت محاكمة أحد كبار النشطاء الجمعويين محاد قاسمي في محكمة أضرار، حينما توبع أمام المحكمة الجنائية الابتدائية بمحكمة أضرار، حينما حضر المحاكمة وسمعت تصريحات محاد قاسمي قال جملة من المفروض أن تحلل ويسمع له وتكتب فيها مقالات. محاد قاسمي قال أنا أناضل هنا من أجل داخل إطار الدولة الجزائرية بالحفاظ على أركان الدولة الجزائرية، لكن لا أؤمن بالأطر القانونية، الأطر الفاسدة المفسدة التي كانت، ويقصد بها الجمعيات الموالية للسلطة والأحزاب التي التي تدور في فلك السلطة. إذن بهذا الوعي الشباني، بهذا الوعي وهذا الطرح، أعتقد أنني متفائل جدا. القضية قضية وقت، فاتورة النشطاء والحراكيين وهذا الحراك ستدفع غاليا. طيب خليك معي سعيد، مدرسة. نعم خليك معي سأعود إليك. نستمع الآن لجانب من تصريحات بوزيد الزهير رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. دولة ذات سيادة
ذات سيادة لدفع الغالي والنفيس، وتعرف الاستعمار وتعرف انتهاكات حقوق الإنسان. جيت تكلم معها بهذه الطريقة الغير موضوعية، وحتى الاتهامات اللي جابوها لا أساس لها. وش يقولك؟ يقولك مثلا أن هناك انتهاكات التوقيفات واحتجازات واسعة وتعسفية لنشطاء حقوق الإنسان وللمحامين وللنقابيين. وبعدين هي هاتنا ما كان حتى رقم، قدموا واحد ثلاثة ولا أربعة اسماء، قال لك هذه هي وتضاوت ثلاثة ولا أربعة، احنا ثلاثة وأربعة يهمونا أيضا، ما نحبوا حتى جزائري يظلم. على كل حال نبصح بكل موضوعية، هذه ما ترتقيش إلا درجة تدهور الأوضاع، لأن استقلالية الجزائر في قرارها السياسي هذه تزعج. هناك يريد أن يجعلك أنت لازمك تطبق الأجندة نتاعو، لما تحاول باش تاخذ الأمور بيدك وتكون مستقل في قرارك وحسب مصالح بلدك الحقيقية ماهيش مصالحهم، هذا يزعجهم. إذا فاش يستخدموا يجيبوا شماعة حقوق الإنسان، لأنه المقصود هو الوصول إلى المؤسسة العسكرية. نعم، لأنه فيه كلام على المؤسسة العسكرية، فهمتني، كلام لا يليق على أنها تتدخل في شؤون. نحن لدينا رئيس مدني، لدينا رئيس حكومة مدني، لدينا وزراء مدنيين، لدينا ولاة مدنيين، أنا مدني، العسكر نعم موجود لكن يقوم بمهام الدستورية المحددة. طيب أعود لك أستاذ سفيان، ما رأيك في هذا التصريح؟ طبعا هذا التصريح ليس جديدا، هو تصريح فيما مضى قاله بوزيد الأزهري رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكنت تستمع له يقول لك أنه هذه كلها مش صحيحة وإنما تضر بسمعة البلد، خاصة يقصد مؤسسة الجيش وما إلى ذلك. أولا لا أعتقد أنه يفرق، هو لو تصرح لي سؤال أنه هل يفرق ما بين سجين رأي وسجين سياسي، وكيف نشئ هذه المفاهيم، لا أعتقد أنه يتحكم فيها، ولكن أعطيه الإجابة ربما يتعلمها. أولا هذه التفرقة غير موجودة حقيقة في القانون الدولي، ولكن هي منظمة العفو الدولية في سنة 1961 نشأت هذه المفاهيم ما بين السجين السياسي وسجين الرأي. ما معنى السجين الرأي؟ السجين الرأي هو كل شخص الذي يحجز أو تسلب حريته بسبب الآراء تاعه، سواء كانت دينية، فلسفية، سياسية، عقائدية إلى آخره، أو بسبب لون البشرة تاعه إلى آخره، بشرط أنه لم يستعمل العنف أو لم ينادي باستعمال العنف. هذا لأن المطلب في هذه الحالة هو الإطلاق السراح بدون شرط أو قيد. السجين السياسي هو الأشخاص الذين يرتكبون جرائم ولكن بدوافع سياسية. يعني نعطيك على سبيل المثال، يعني مثلا في إبان قبل الثورة التحريرية المنظمة السرية لوس قامت بالسطو على بريد وهران من أجل سرقة المال لتمويل الثورة أو تمويل الحركة المسلحة. هي عملية سرقة، هي عملية سرقة، سطو على بنك ولا على كذا إلى آخره، ولكن الدافع ما هوش دافع التملك الشخصي، يعني ما هيش جريمة عادية كواحد يسرق مال من أجل أنه يتملك هو شخصيا، لا، هو بدوافع سياسية. وهذا نقاش هل كان مانديلا سجين سياسي أو سجين رأي، والكل أنه سجين سياسي. هذا من جهة. عن ما يقول باللي السجن التعسفي، أنا ننتظر من الأستاذ بوزيد الأزهري في قضية، على الأقل في قضية كريم طابو، لأنه في رأي قانوني ستنابي جوريديك أصدره الفريق العامل للاعتقالات التعسفية، والذي أكد وبين بحيثيات وفقا للقانون الدولي على أن كريم طابو كان ضحية للاعتقال التعسفي. لم تحترم لا محاكمة العادلة، لا حقه في الدفاع، اعتقل بسبب الآراء تاعه، وضعت له قضية ثانية من أجل فقط إيجاد مبرر لكي لا يمنع أن يعبر عن آرائه، وهذا حقه في المشاركة في الحياة السياسية. أنا أنتظر إلى هذا، بل يعني هذا التحدي أن المجلس حقوق الإنسان أن يقوم بإعداد مذكرة قانونية، أقول قانونية، خلينا من التهريج والمصطلحات السياسية والتدخل الشأني والرومانسية، لا، الديكورتيك، يعني مذكرة قانونية يرد على القرار
الذي اصدره الفريق العام للاحتجاز التعسفي. ولكن لما اصدرت غرفة الاتهام سي سفيان انتفاء وجه الدعوة، أليس هذا ردا كافيا على بوزيد الزهري وكذلك على من كانوا يشككون في هذه التهم لما صدروا انتفاء وجه الدعوة؟ ما انت خلاص انتهى الأمر. هو في حقيقة الأمر هو برر عن ما المحامين الزملاء المحامين لكن تتذكر احتجوا عن ما وقعت الواقعة. كان كريم طابو اولا جابوه وما كانش يعلم، الدفاع لم يبلغ الدفاع بل انه تم جدوله الجلسه في على مستوى الاستئناف الى اخره، الا صدفه احد المحامين كان صدفه في مجلس القضاء لانه عنده قضيه الى اخره حتى اتصل بالمهم وقعت ما وقع. ايوه بوزيد الازهري برر هذاك الاجراء التعسفي، برر ببيان مما ادى الى احدى المحاميات كانت عضو في المجلس، لا اريد ذكر الاسم تاعها، وهي زميله كانت معنا في قسنطينه وبعد اعتقد في الجزائر العاصمه محاميه، استقالت احتجاجا على هذا الموقف. اذا حتى هذا متناقض. هذا الاحصائيات الحقيقه اللي يقول لك جابوا لنا اسامي تاع شخصين او ثلاث اشخاص، اولا مانيش عارف على ماش يتكلم، هل يتكلم على القضايا التي كانت مطروحة أمام الآليات؟ حقيقة عدد القضايا المطروحة أمام الآليات الأمم المتحدة هو عدد صغير جدا لا يعطي هذا الوصف، وهذا للأسف أنا أتأسف لأن الناس لا تريد تقديم الشكاوى ولا نشطاء حقوق الإنسان ربما عندهم اعتبارات مانيش عارف، لا أريد الخوض فيها، ولكن من خلال الإحصائيات التي وضعتها الحقوقيين في الجزائر من محامين ونشطاء حقوق الإنسان، أولا هناك 2000 متابعة قضائية لأشخاص عبروا عن رأيهم سواء بنشر مواقفهم على شبكات التواصل الاجتماعي أو محاولة مشاركتهم في حق التظاهر السلمي، من بينهم 222 شخص محتجز سالب الحرية بسبب التعبير السلمي عن آرائه. يعني حتى التهم التي تستعمل وهي الوقائع المنسوبة إليهم في الحقيقة كي ترجع إلى الملفات المحتجزين تلقى أن الوقائع المنسوبة إليهم هي في الحقيقة هي الرأي. نعم يعني عبروا عن آرائهم. شخص يقول تبون مزور هذه ليس جريمة، هذا رأي هو غير مقتنع بمصداقية انتخاب عبد المجيد تبون، نتفق معه ولا لم نتفق عليه، فهذه ليس جريمة. هو يشكك ومن حقه يشكك، لم يستعمل العنف، لم يحرض على استعمال العنف، لم يحرض على الكراهية الإثنية والدينية إلى آخره، وبالتالي هذا يبقى محمي بحرية التعبير. وبالتالي أنك تسجن تقول باللي نشر الأخبار الكاذبة إلى آخره، هذه عمرنا ما شفناها، هذه إلا في الأنظمة الاستبدادية الشمولية كاين هذا النوع من المواد اللي مبهمة. يعني لو أن يكون واحد محامي في الجزائر وربما يوالف بها، لو تخرج هذاك المحامي الجزائري تبديه إلى بلد من بلدان الديمقراطيات الغربية بعد مدة زمنية يعود ما يفهمش في هذه المواد لأنها مش موجودة في هذا العالم. العالم ما يمشيش بهذه المواد المبهمة، وش هو الكاذب وش هو الموش كاذب، ومن هو الذي عنده الحق أو اللي عنده يملك الحقيقة المطلقة. إذا من حيث الإحصائيات تكذب الكلام تاع بوزيد الزهري، نعطيك من سبتمبر فقط يعني حسب الإحصائيات للنشطاء حقوق الإنسان اللي هما موجودين في الجزائر، ما نتكلمش على الخارج، من سبتمبر إلى يومنا هذا 57 اعتقل وحجز ليصبحوا 222. إذا عندما ترى أنه عندك 222 شخص مسلوب الحرية من بينها مثلا كما هو مشوف بالصورة تاع فتحي غراس رئيس حزب، نعم رئيس حزب سياسي عبر عن آرائه، نتفق لا نتفق هذا شأن آخر، ولكن لم يرتكب أي جريمة يبرر سلب حريته إلى آخره. هذا يؤكد على وجود نمط من انتهاكات لحقوق الإنسان، من تعسف، من اعتقال التعسفي، وهذا ما أكده خبراء الأمم المتحدة في المراسلة 4 أوت 2021 للحكومة الجزائرية،
وقالوا باللي اصبحت هذه تاع الحراكيين النشطاء في الحراك اصبح يعني الاعتقالات التعسفيه والاعتقال ممنهجة. السري صارت ممنهجه، اصبح ممنهج سيستيماتيك، وهذه الخطوره في الوضعيه حقوق طيب. الانسان. ان اتمنى انه ان بوزيد الازهري او الاخرين ايه؟ ان يرفعوا في هذا المجال في طريقه الدفاع عن منظومه الحكم، لان المستوى الدفاع تاعهم هذا في الحقيقه امام الخبراء الدوليين، امام منظمة دولية، يعني هذا التهريج وما نعم. عندوش مستوى يعني في الحقيقة. طيب نعود من جديد، طالما أن الرأي الآخر غائب في حصتنا فنحن نجلب هذه التصريحات فقط لنثري بها النقاش لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد الازهري، اللي هو محسوب على السلطة طالما هو يدافع عما يطرح من أنه انتهاكات خرق لحقوق الإنسان، ولكن دوما هو يكذب على أنه هذه أرقام ليست دقيقة ليست صحيحة، تدخل في شؤون الجزائر وغيرها من الأمور. نستمع إليه من جديد. لا توجد حرية تعبير وحرية تظاهر سلمي وحرية اجتماع سلمي بدون قيود. كل هذه الحريات، وأقول لك أقول لك هذه الأمور أنا خبير في هذه المواضيع، كل هذه الحقوق عليها قيود، من أهم القيود الحفاظ على النظام العام. يجب أن نحافظ على النظام العام، لأن السلطات ومنها السلطة القضائية أنها تعمل في إطار المبادئ التي صادقت عليها الجزائر. إذن فنحن بالنسبة للسلطة أولا نحترم احتراما تاما استقلالية السلطة القضائية، نحن لا نتدخل في أعمال السلطة القضائية، لكن من له في يريد أن يقدم شكاوى أو يقول أنه فيه انتهاكات إلى آخره فليتقدم من مجلسنا، ونحن سوف نأخذ هذه الشكاوى وسوف نتعامل مع السلطات المختلفة من أجل حلها الفيصل هو المبادئ التي وافقت عليها الجزائر. أستاذ سعيد، لك السؤال، هذا الانشغال الذي طرحه بوزيد الازهري كأنه يشكك في هذه الأمور كلها، وقال لماذا لا يراسل هؤلاء الذين لديهم تظلمات لديهم شكاوى دعاوى، لماذا لا يتصلون بنا ويزودوننا بمختلف هذه المعلومات التي يرونها خرقا لحقوق الإنسان وما إلى ذلك؟ ثم مسألة النظام، يقول لك أنه هذا تحدوا أو خرقوا النظام العام، رغم أنهم خرجوا في مسيرات الجميع يعلم بأن هذه المسيرات كانت سلمية، والذين ساروا في المسيرات طلبوا بالحريات الأساسية المواطن وعلى رأسها حرية الصحافة والتعبير ودولة الحق والعدل والقانون، ولكن في نظر المحكمة في الجزائر بأن هؤلاء مثل ما كنت تقول في الأول أنهم تهموا بالإخلال بالوحدة الوطنية، الإضرار بالدولة، المساس بالأمن وما إلى ذلك. سي عثمان، خليني أجيبك بالنسبة للأستاذ الأزهري نعم. وأستاذي في جامعة قسنطينة في سنوات بداية التسعينات أيه؟ للأسف أتأسف كثيرا لأستاذ مثله ودكتور في القانون أن يقول كلاما مثل هذا الكلام الذي أسمعه. أولا من ناحية شكلية سأقول من ناحية شكلية أنه رافق وساند فترة الرئيس المخلوع المتوفى فترة 20 سنة وأشاد بحكمه وكان سيناتور في مجلس أمته، ولم نسمع له في ذلك الوقت الكلام عن الفساد واحترام أموال الشعب واحترام الجزائريين. ومن الناحية الأخلاقية السياسية المحضة، إذا طبقنا ذلك كما يحدث في كل دول العالم، فكان على الأستاذ بوزيد الازهري أن ينسحب مع المجموعة التي خرج الشعب من أجل إسقاطها. كان من المفروض أن يختبئ مع القوى غير الدستورية، لأنه سكت عن الحق ذلك الوقت وكان من بين المطبلين والمشاركين فيما حدث. هذا من الناحية الشكلية والأخلاقية، ولكن للأسف في الجزائر ليس من يخطئ أو يجرم في حق الشعب وفي حق الدولة أن يتأخر أو أن ينسحب من الحياة السياسية بشرف. من ناحية كلامه وحجته التي دائما الآن أصبحت نقول لا موضة، يعني موضة يتكلموا بها ويتهمون كل من يعارض وكل من يخالف
بأنهم أيادي خارجية وأنهم يريدون تكسير الدولة وتحطيم الدولة وأن مقصودهم هو تحطيم الجيش الوطني الشعبي. فكل هذا الكلام أصبح لا معنى له. هذا الجيل عارف، لاحظنا في الحراك الشعبي يعني به من نكروش ما تم، أن الشعب يريد وحدة متآخي، يريد بناء دولة قوية. بعبع الجيش الوطني والمؤسسة العسكرية، المؤسسة العسكرية هي مؤسسة دستورية تحكمها القوانين الدستورية، وهو رجل قانون ودرس أزيد من 30 سنة ويعرف معنى ما هي المؤسسات الدستورية وما هي صلاحياتها، ما هي واجباتها، ما هي حقوقها، ما عليها. إذن هذا الكلام كلام لا معنى له إطلاقا. كيف للأستاذ بوزيد الأزهري أو الدكتور بوزيد الأزهري لرئيس حزب، سأعطي الآن حالات محددة، نعم، لرئيس حزب مثل فتحي غراس، أيوة، الذي تصرف أو تعامل وفق الدستور، وفق المادة 58 من الدستور والمادة 34، قلت بأنه هناك 43 مادة تتكلم عن الحريات واحترام الحريات الفردية وحرية الصحافة وحرية إنشاء الأحزاب. فتحي غراس قام بنشاط حزبي داخل حزبه وعبر عن رأي، عن موقف سياسي باعتباره شخصية معنوية، وهو منسق حركة الأمدياس في الجزائر. ما تفسير بوزيد الأزهري من سجن فتحي غراس ووضعه تحت نظام الحبس المؤقت لأزيد الآن من 4 أشهر، وقد مدد قاضي التحقيق مدة حبسه؟ هذا التعسف أطلب من الدكتور بوزيد الأزهري إن كان محقا وصادقا فيما يقول ويحب الخير للجزائر، لأن هؤلاء أبناء الجزائر وهم جزائريون مثله، ولكن الفرق أن هؤلاء الجزائريون الزواولة لم يستفيدوا من امتيازات والريوع للدولة كما استفاد هو طيلة 30 سنة. إذن أقول أقولها دائما، أيوة، الحبس المؤقت في الدستور يقول هو إجراء استثنائي لا يكون إلا في الأفعال الخطيرة جدا، لكن في التطبيق الحبس المؤقت خلال هذه 3 سنوات دمر حياة آلاف المواطنين، شرد عائلات. حينما تتابع رئيس حزب وتضعه في الحبس المؤقت لمدة 4 أشهر وممددة، فهذه عقوبة قبل الحكم، والمبدأ الدستوري والعالمي هو قرينة البراءة. إذن ما يقوله بوزيد الأزهري يبرر ما لا يبرر. إن كان يدعي حقا، وهؤلاء يقولها وأكررها، جزائريون لم يفسدوا، لم يسرقوا، لم يقتلوا، لم يخربوا. حجة النظام العام، تعريف ما هو النظام العام؟ النظام العام هو مجموعة، هو الحفاظ على الممتلكات والمواطنين. هل من هؤلاء المتابعين من هدد أو زعزع الممتلكات العامة أو المواطن أو هدد حياة المواطنين؟ ألم يخرجوا في تظاهر سلمي مطالبين بحقوق، ليس مطالبين بحقوق شخصية وإنما بحقوق صالح العام؟ من حق هؤلاء، ونحن لاحظنا بأن هناك 3 انتخابات عزوف كلي، أزيد من 80% عزوف، وهناك أخرى على الأبواب، أزمة شرعية. هل هؤلاء الجزائريين الذين يتكلمون كثيرا، ما أسمع حتى في كندا، لا أذكر، يعني لم أكن متابعا له، يضع صورتي ويقول محامي كذاب في قضية حل جمعية راج. أنا محامي أطلع على الملف القضائي، وهو يقول كلاما غير موجود إطلاقا في الملف القضائي لحل حركة جمعية راج. وللأسف الكبير أن الخصم والوزارة الداخلية التي طالبت بحل جمعية راج لم يقدم الدليل المادي أو لم يقدم دليلا حقيقيا للأسباب الحقيقية لحل هذه الجمعية. إذا أردنا استقلالية القضاء فيجب أن نكون أولا دستوريين
شرعيين، هنا نطبق استقلالية القضاء. أما أن القضاء طيب. نعم أكمل الفكرة. تفضل اكمل اكمل تفضل. نعم أقول مثلا نعطيك مثل تلت عامين وأنا أتكلم على أن المحاكمة عن بعد محاكمة غير عادلة وقد تأكد هذا الكلام، والآن بعد عامين ونصف الحكومة الآن تحضر في مشروع لإلغاء وجعلها في مجالات محصورة جدا. تكلمنا عن المثول الفوري بأنه لا يضمن محاكمة عادلة للمواطنين والآن أقروا بذلك. كيف لكم أن تعترفوا بعد مرور كل هذه السنوات وبعد ظلم المئات والآلاف من الجزائريين؟ لماذا لا يسمع للحقوقيين والمحاميين؟ نحن جزائريون نريد بناء الجزائر، بناء مؤسسات دولة جزائرية. لا تتهمني لا بالأيادي الخارجية ولا ابن فرنسا ولا أي شيء، هذا الكلام لتغطية ما يستفيدون منه من ريوع، وهذه الحقيقة المطلقة. والحقيقة المطلقة الثانية أن هذا الشعب وأن الجيل الجديد لن يرضى بما يقومون به وسيواصلون نضالهم السلمي في إطار احترام أركان الدولة الجزائرية من أجل تحقيق دولة المؤسسات وليس المجموعات، لأننا الآن نعيش حكما مثل الماضي. قضية سلطة مجموعات، كل مجموعة تستحوذ على الحكم دون الشرعية الشعبية. دون لحد الآن لم نبني مؤسسة منتخبة حقيقة من طرف السيادة الشعبية. نريد الخير للجزائر ولا أحد يزايد على وطنية الآخر. هناك قانون الآن قلت بعد الشرعية التاريخية وشرعية القوة، لا شرعية لبناء الدولة الجزائرية إلا الشرعية الشعبية الحقيقية. نعم خليك معنا أستاذ سعيد رجاءً، سواسية أمام القانون والقانون فقط. شكرا. نعم خليك معي يا أستاذ. نرحب الآن بسعيد بودور الإعلامي والناشط الحقوقي. سعيد نريد معلومات عن قضيتك أنت أيضا، ما زلت في المتابعة طبعا، كذلك حتى في هناك منظمات دولية أممية تحدثت عن قضيتك خاصة حول هذه التهم الأخيرة. مساء الخير الأخوة أكمالي كل متابعي القناة ولضيوفي الكرام. شكرا. وبالنسبة لقضيتي تقريبا هذا الثالث ملف اللي يكون ملف جناية، كل الملفات كانت ملفات جنائية انطلاقا من الاعتقال تاع شهر جوان 2018 بسبب كتابة صحفية حول قضية الكوكايين. الملف كان جنائي مع جنح، أصبح جنحة. الملف الثاني أكتوبر 2019 كذلك كان جناية إحباط الروح المعنوية للجيش، ومن بعد مدة بعد وفاة القايد صالح كل الملفات اللي كانت فيها إحباط روح المعنوية جنحت ما عدا بعد ملفين أو ثلاثة على ما أعتقد. الملف الثالث كذلك هو ملف الإرهاب، الانتماء إلى منظمات إرهابية ومحاولة قلب النظام وتحريض الشعب على سلطة الدولة. وهذا الملف اللي هو مازال قيد التحقيق، وبالتالي الجزئيات نتاع التفاصيل أتحرز على ذكرها لأنه الأمر لا يزال قيد التحقيق. لكن ما أريد أن أقوله، لست وحدي فقط أنا في هذا الملف، هناك تقريبا 12 المتهم ومنهم مناضلين وصحفيين في إشارة إلى قدور شويشة وجميلة الوكيلة الصحفية وكذلك شباب الحراك في ولاية وهران وهم كثر. فهنا أنا اعتقلت في التاريخ 23 أبريل في يوم الجمعة، آخر جمعة في ولاية وهران، بعد الاعتداء علي والضرب والسحل والسب وغيره في شهر رمضان. فبقيت أسبوع تحت النظر، مضايقات كثيرة، لم يسمح لي بالتواصل مع العائلة ولم يسمح لي بالتواصل مع المحامي. والغريب في الأمر على أنه وجهت لنا تهمة الإرهاب قبل حتى تصنيف منظمتي الماك ورشاد من طرف المجلس الأعلى للأمن كمنظمة إرهابية. اعتقال 23 أبريل، التقديم أمام القطب الجزائي المتخصص لولاية وهران على أساس أننا إرهاب كان يوم 29 أبريل. التصنيف تاع المنظمتين والتهم بشكل رسمي من طرف المجلس الأعلى للأمن كان في تاريخ 18 على ما أعتقد شهر ماي. تعديل قانون العقوبات كان في شهر جويلية، بمعنى اعتقلونا ووجهوا لنا تهم قبل حتى التصنيف، قبل حتى تعديل قانون العقوبات. هذا دون الحديث على أنه لازم نرجع للدستور في آخر المطاف كأم القوانين وكالسلطة المرجعية رقم واحد بما يتعلق بالتشريعات.
أن الدستور الجزائري يقول على أن المجلس على الأمن سلطة استشارية، بمعنى أنها سلطة إدارية، لكن تلك القرارات التي تصدر من طرف المجلس الأعلى للأمن أصبحت قرارات يستجيب لها بشكل غريب جدا القضاء والإعلام والمؤسسة التشريعية في البلاد. هذا ما يعكس القوة تاع المجلس الأعلى للأمن على أساس أنها سلطة أمنية بدرجة أولى تسير هذه البلاد. القضية طرحت أمام الخبراء هيئة الأمم المتحدة لأن طرحنا شكاوى عديدة تتعلق بمزاعم التعذيب وغيرها. سبعة مقررين أمميين يوقعون على البيان الخاص بقضيتنا، وأرسل إلى السلطات الجزائرية لمساءلتهم حقيقة هذه التهم التي هذه الورقة التي أصبحت تستغلها السلطة، ورقة الإرهاب. وما الذي تفهمه سعيد؟ أولا الحراك، ما الذي تفهمه سعيد من هذه التهمة؟ تهمة خطيرة جدا، تهمة الانتماء أو الانضواء في النشاطات الإرهابية. زمان كنا نسمع فقط لإضرار بالوحدة الوطنية، إهانة هيئة نظامية، التجمهر غير المسلح. إذا بنا الآن نفاجأ إلصاق هذه التهمة الخطيرة بالناشطين ونقابيين ومدونين وإعلاميين اللي هي تهمة الإرهاب. هو شوف، هذا السيناريو صار في مصر وصار في الكثير من الدول، وهذا يعني أن السلطة سلطة ضعيفة غير قادرة على مواجهة المطالب السياسية والمطالب الاجتماعية اللي كانت بشكل سلمي. الكبير والصغير في العالم يعترف بسلمية الحراك الجزائري، علامة مسجلة هذا باعتراف هيئة الأمم المتحدة. إلا السلطة في الجزائر تعتبر على أن هذا الحراك مصدر قلق ومصدر حركة إرهابية ونشاط إرهابي وتمويل خارجي وغيرها من التهم الغريبة جدا، فتريد أن تشوه، تعمل جاهدة على تشويه سلمية هذا الحراك للأسف الشديد. حتى الناس داخل الحراك، الناس اللي ما عندهمش ميول سياسي، ما فاهميش الأمور كثيرة، الناس أصبحت تتخوف من الخروج الشارع. أنا في آخر المطاف دائما نقول، أنا كصحفي جزائري ولدت نشوف مدني مزراك، كان في يوم من أيام أحد المشاركين في صناعة المشهد الدموي في الجزائر بشكل عام دون الخدش في تاريخ هذه المرحلة. نشوفه جالس في رئاسة الجمهورية وله الحق في إبداء الرأي السياسي، وله الحق في إبداء المسائل الجوهرية فيما يتعلق بتعديل الدستور، يحظى باستقبال رسمي وباحترام شديد جدا. أما بالنسبة للأشخاص اللي يدهم نظيفة، وحتى صحيفة السوابق العدلية نتاعهم نظيفة، وصحفيين ولا مهنيين ولا نشطاء حقوق الإنسان ولا عمال ولا ناس بسطاء يشاركوا من أجل بشكل سلمي من أجل التغيير وضع البلاد في آخر المطاف، توجه لهم تهم الإرهاب، فهذا أعتقد على أن هذه السلطة ضعيفة وضعيفة جدا ومآلها الزوال. وهو كذلك سعيد بدور، الناشط الحقوقي والصحفي، كنت معنا من وهران عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نتابع الآن هذا التسجيل. ثانيا بالنسبة لحرية الصحافة، أنا قلت أنا شخصيا مع حرية الصحافة إلى أقصى حد، إلى أقصى حد، كما سأحارب بشراسة كل أمراض اللي ممكن تدخل في حرية التعبير، تجريح، الكذب على الناس، تشويه عائلات محترمة، إلى آخره إلى آخره. هذا أستاذ سفيان، سنأتي إلى هذا التصريح، ولكن أرى أنه من المهم أن نطرح مسألة أخرى. السلطة روجت لها كثيرا بحيث أن هذه المنظمات الدولية الأمومية الحقوقية تتدخل في شؤون الجزائر، وهذه القرارات المفروض أنها لا تصدر حول الجزائر. فأنت فقط تنويرا للمشاهدين وللرأي العام، ماذا يمكن أن نقول عن هذه البيانات، عن هذه التقارير الصادرة دوريا حول وضع شؤون حقوق الإنسان ليس فقط في الجزائر، هم يعتقدون فقط أنه هذا حول الجزائر، وإنما هي كما لا يخفى عليك مجموعة من الدول وليس فقط الجزائر. لكن السلطات تسعى مثل ما بدأ للجميع بأنها تريد ترويج هذه الأفكار، بأن هذه المنظمات والمؤسسات بما فيها البرلمان الأوروبي يريدون الإضرار بالجزائر والتأثير على الديمقراطية، هكذا يقولون في الجزائر، التشويش على الإنجازات وما إلى ذلك. أولا خلينا نقول لك بلي أن قضية التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي اللي هو منصوص في عليه في الفقرة السابعة من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، يستثنى قضية حماية وترقية حقوق الإنسان، لأن من مهام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومن بينها الجزائر التي صادقت واسمعناها المصادقة على ميثاق الأمم المتحدة بعد تنضم إلى الأمم المتحدة، فهي صادقت عليها معناها أنها توافق على كل بنود ميثاق الأمم المتحدة. المادة 55 و56 جيم واضحة، هذه من مسؤوليات الأمم المتحدة ومن مسؤوليات الدول على بشكل فردي
أو بشكل جماعي على حماية وترقية حقوق الإنسان. وبالتالي هذا يستثنى من قضية تداخل في الشأن الداخلي، ولكن هذه من المسؤولية الدولية. لا يمكن أن تقول مثلا في دولة إكس يقوم حكومتهم بإبادة فئة معينة والعالم لا يتدخل، هذا مستحيل. الأمر أن هذه التقارير هي كيفية استغلالها، يعني وهذا ما شفناه، لأن أنا بالخبرة من التسعينات عندما كنا نقدم الشكاوى، خاصة الشكاوى التي رفعت باسم العائلات المختطفين قصرا أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، هي مكلفة بمراقبة ما يسمى بالاحترام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللي كان الأستاذ بوزيد الأزهري كان عضو فيها، ولكن القانون الداخلي يمنع حضور واحد يكون الدولة كانت محل شكوى، يعني ما يشاركش في نظر في هذه الشكوى، وهذه ما يؤدي إلى تبقى هذه الهيئة مستقلة. القرارات التي أدت، ربما البعض يشكك يقول وماذا فعلت هذه القرارات؟ حقيقة القرارات النظام لم يحترم في بعض الأوامر، من بين إظهار الحقيقة، المتابعة القضائية إلى آخره، ولكن وضعت حد للاختفاءات القسرية. لو لم تكن هذه الشكاوى التي رفعت من قبل عائلات المختطفين الحال، لا كنا ربما ما زلنا في حالة الاختفاء القسري. فهذه اللجوء إلى الآليات والمؤسسات الدولية هي التي أدت إلى وضع حد للاختفاءات القسرية، وحمت المجتمع النضال العائلات. وأنا أشيد يعني هذه فرصة أخرى، أشيد بنضال العائلات المختطفين قصرا، الذين يناضلون حتى اليوم من أجل يعني جلب الحقيقة والإنصاف إلى آخره، ولكن النضال وخاصة على المستوى العالمي أدى إلى ضغوطات على السلطة لتضع حد لهذه، وبالتالي نضالهم أدى إلى حماية المجتمع حاليا على الأقل من الاختفاءات القسرية. لا توجد هناك حالات اختفاءات، ربما كان الاعتقال السري لا ديتونسيون سيكيلي تختلف على الاختفاءات القسرية. هذا من جهة، من جهة أنه من حيث الاستراتيجية تاع المناصرة للبريدواري والأدفوكايسي في قضايا حقوق الإنسان، أن عندما نكثر من هذه القرارات وعندما نجيب القرارات، أولا نعطي هذا النمط للعالم، لأن العالم النظام لازم الناس تفهم، لأن في بعض الأحيان الناس يقول لك لماذا العالم لا يتدخل، ولكن في نفس الوقت عندما يتدخل العالم يقولون هذا تدخل في شأن داخلي. هذا نوع من التناقض في بعض الأشخاص، يعني لابد أنه شوية كما يقولون أيضا أن هذه البيانات والتقارير ليست ملزمة، وبالتالي فليصدروا ما يشاءون من هذه التقارير طالما هي ليست ملزمة. نعم هناك قرارات غير ملزمة، ولكن ما يسمى بالإمباكت، يعني ما التأثير عندما تستغلها فيما يسمى بالقضايا المناصرة للبليدوري للأدفوكايسي في أمام المؤسسات، وأن تؤثر بها السلطات الجزائرية، وأثرت، لأنه في هناك قرارات تأثرت بها حاليا، وفي حتى بعض الإفراجات. مش فنعطيك على سبيل المثال دورة مجلس حقوق الإنسان، ليس هذه من قبل أدت إلى تقريبا 3 أيام أو 4 أيام من أجل أنه تبتعد بعض الدول على طرح، لأنه كان في نقاش واجتماعات مع نشطاء حقوق الإنسان مع ممثلي للدول لكي يطرحوا مسألة الجزائر على تلك الدورة لحقوق الإنسان إلى آخره. اتخذت قرارات بالإفراج المؤقت على شخصيات مؤمنة، من بين خالد راني، رشيد نكاز، محمد خالد إلى آخره. يعني نحن نتابع هذه الأمور. إذن القضية هي مش قضية الإلزام، هي قضية الإمباكت، كيفية استغلالها واستعمالها، وكيف تؤثر على صناع القرار. لأن عندما تكون مثلا أمام الدوائر الدولية المؤثرة، عندما تكون هناك قرارات كثيرة وتؤكد على هذا النمط اللي قلت لك، مثلا الآخر المراسلة تقول بأنه فيه نمط ممنهج للاعتقال التعسفي، هذا سيؤدي إلى أنه تبين للعالم أن هناك خطورة في الجزائر، لأن العالم ما عندوش الجزائر، عنده بورما، عنده السودان حاليا، عنده مصر، عنده يعني لا تتقصد الجزائر مثل ما تدعي السلطات. نعم لا تتقصد السياسة الجزائرية فقط،
بل هناك مجموعة من الدول. هذه شوف هذا الكلام، هذه عادة الأنظمة الاستبدادية والشمولية تقوم بهذه دائما، تستعمل قضية عدم التدخل في قضايا حقوق الإنسان، بل أن التدخل الأجنبي يمارس بشكل يومي، عندما يحدد لك الاقتصاد تاعك، عندما يحدد لك نمط مثلا يعطيك ديون مثلا في إطار إعادة الجدولة، ويلزم عليك على غلق بعض المؤسسات الاقتصادية ورفع مثلا الدعم يعني دعم المواد الغذائية، هذا هو التدخل في الشأن الداخلي. أما حماية حقوق الإنسان وحرية الأساسية، هذا من ناحية القانونية ليس تدخلا، وهذا ما أكدته في حقيقة الأمر محكمة العدل الدولية في قضية برشلونة تايكسون في سنة 1970، أكدت أن هذه مسؤولية دولية ويقع على العاتق العالم على حماية حقوق الإنسان. بل حتى في سنة 1993 في قضية البوسنة، قضية متعلقة بالإبادة، رفعتها جمهورية البوسنة ضد جمهورية السرب والجبل الأسود، وهذه معروفة في القانون الدولي، وأكد هذا المبدأ. وحتى المراسلات اللي تفضلت قناة المغاربية في السنة يعني عندها تقريبا سنة، عندما دنا الحصة، عندما قدمنا حصنا على اللائحة الثانية للبرلمان الأوروبي، وشفنا كيف تراسل السلطة الجزائرية هذه المؤسسات، هي لا ترفض، لا تقول بلي ان هذا تدخل في الشأن الداخلي وارفض التدخل، لا، هي تقول بلي سنناقش هذه المواضع ولكن في اجتماعات الدورية بيناتهم، يعني بيناتهم يتناقشون. حتى ان في القضايا التي رفعتها امام الآليات الأمم المتحدة والأجوبة، الحكومة الجزائرية وهي منشورة كذلك، بعض منها منشور على اللوسيت على المفوضية السامية، عمرك ما تلقى جواب تاع الحكومة الجزائرية تقول بلي هذا تدخل، ما عندكمش الحق تتكلموني على كريم طابو ولا على فلان ولا على فلان، وهذا لا، هي تحاول أن تبرر، ولكن للأسف منذ بداية الأول قضية التي رفعت على هذه الآليات في سنة 2000، وهي قضية المختطف صالح ساكر، والحكومة الجزائرية لم تربح، يعني لم تنتصر في قضية معينة، إلا قضية نرفعها للبينوار ما يسمى قدام السوداء بالضبط على قضية الأملاك تحمل، ولكن هذه من حيث الشكل لأنهم يتكلمون على وقائع قبل وجود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. طيب سفيان، سأعود إليك في الذي يجب أن نقوم به، أو الذي يجب أن يقوم به المحامون حقوقيون، عائلات أولياء السجناء في هذه الفترة الخطيرة. سأعود إليك أستاذ سعيد، أعود لك من جديد. هذه اللغة، لغة التشكيك، هذه الأيام ما تزال مستمرة، حتى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن وهو وزير مالية في الوقت نفسه قال أنه هذه المنظمات الدولية اللي تصنف الجزائر دوما في مراتب دولية مشكوك في مصداقيتها وفي أرقامها ليست دقيقة. وأنت تعلم أنه فيه منظمة دولية تتكلم على الحريات بصفة عامة، تتكلم على حرية التعبير، ما هي مرتبة الجزائر في حرية الصحافة مثلا، في التنافس على الاستثمارات، في التنافس الاقتصادي، في الشفافية، في ترانسبارنسي، في الاتصالات، في تدفق الانترنت، الجزائر ما هو ترتيبها في الجامعات عالميا مثلا، وغيرها من المجالات. ففي منذ 4 أيام 5 الوزير الأول أيمن عبد الرحمن شكك في هذه الهيئات وفي هذه المنظمات الدولية، وقال أنه هذه ما عندهاش مصداقية لأنه دائما تضعنا في المراتب الأخيرة. عثمان، دعني أجيبكم من خلال أنا قانوني. فوضع دستور، والدستور هو أعلى وثيقة في الدولة الجزائرية. في التعديل الدستوري الأخير وفي جملة مختصرة مفيدة للإجابة على هذا السؤال وتدخل المنظمات والهيئات الأممية. المادة 171 من الدستور الجزائري المعدل المستفتى عليه مؤخرا والمصادق عليه والذي هو حيز التنفيذ الآن، تقول يلتزم القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليها. تعبير صريح، خلينا ننشر الثقافة القانونية لدى الشعب الجزائري. هاي مادة في الدستور تلزم القاضي الجزائري بتطبيق المعاهدات الدولية المصادقة عليه، وتعتبر هذه المعاهدات أسمى من القانون الداخلي، أي أن القاضي ملزم بتطبيق هذه المعاهدات قبل القانون الداخلي، ومن ثم في القاضي ملزم بتطبيق ما جاء في بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل المعاهدات التي تتكلم على
حماية والحفاظ على حقوق الإنسان. إذن الدستور مادة دستورية، أنا لا أتكلم من فراغ ولا أقول كلامي، وإنما مادة دستورية. إذن هذا الكلام الذي يقوله رئيس الحكومة أو الدكتور بوزيد لزهري أو الرئيس أو أي كان من المسؤولين، هذا كلام مردود عليهم ولم يعد حجة مقنعة لا للشباب الجزائري ولا للشعب الجزائري. ليس لك الحق في التصرف كملك في التصرف في الجزائر كملكية خاصة. رئيس الجمهورية خاضع لأحكام الدستور، المؤسسة العسكرية خاضعة لأحكام الدستور، رئيس الحكومة خاضع لأحكام الدستور. هناك فصل بين السلطات، نحتكم للدستور ونطبق صحيح القانون باحترام مواد الدستور، وكل محدد صلاحياته في الدستور. الآن التصرف من أجل البقاء في الحكم لأن الدستور موجود والقانون، لكن الممارسة عكسية. أنا أقول بأن انتهاج هذه السياسة الأمنية القمعية لن يفيد أحد في الجزائر ولن يفيد لا البلاد ولا العباد. أتفق على أن هناك دول حكومات، ولا أقول هناك حكومات تستغل حقيقة المطالبة تحت باب حماية حقوق الإنسان، تستغل هذا من أجل ابتزاز الحكومة الجزائرية أو الدولة الجزائرية للاستفادة من مشاريع معروف متعارف عليه، والدول الكبرى القوية والمصالح الاقتصادية والمالية الكبرى، لأن الطبقة السياسية العالمية حاليا كلها فاسدة مفسدة. وأؤكد هذا بأن هناك حكومات تستغل هذا الضرب، لكن العيب يقع على من أعطى الفرصة لهذه الدول أن تستغل. لماذا لا تطبق القانون في بلادك وتحترم كرامة الإنسان؟ حتى من الجانب يقول لك بأن حقوق الإنسان والمحامين الذين يدافعون عن حقوق الإنسان ارتباطهم بالخارج ومنظمات تستغل فيهم. أنت مسلم يا أخي، مسلم رب العالمين الذي خلق الكون وخلق العالم وخلق الجن والإنس، يقول حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم. ونحن نشهد، وأنا محامي ورافع في كل ولايات الجزائر وفي كل محاكم الجمهورية، الظلم نعيش ظلما لا مثيل له من خلال هذه المتابعات. تحطيم قدرات شبانية هائلة، مواطنين حبس مؤقت أصبح لم يعد إجراء استثنائية وإنما قاعدة ووسيلة عقوبة قبل المحاكمة وقبل صدور الحكم النهائي. طيب أستاذ سعيد، الوقت يداهمنا، وأريد منك فقط رسالة للقضاة. ماذا يمكن أن تقول للقضاة؟ لأنه الآن غالبيتهم يتبنون ما يأتي في الملفات الأمنية. كنت سأقولها وأقولها، ليس السلطة التنفيذية، الصراع بين السلطات صراع أبدي، والسلطة التي تسمح من حقها في الأكيد تتغول سلطة أخرى. كان من المفروض على السلطة القضائية، وهذا ما حدث في سنوات حتى سنوات التسعينات، كان هناك قضاة يصارعون ويتخذون مواقف مشرفة ضد السلطة التنفيذية. السلطة القضائية، القاضي من المفروض يحتكم للدستور، والدستور أعطاه آليات للمحافظة على الحقوق والواجبات للشعب الجزائري. لماذا القاضي الجزائري لا يتخذ موقفا صارما بتطبيق الدستور؟ لماذا يترك الأجهزة الأمنية تتغول على السلطة القضائية؟ وهنا الإشكال الثاني. القضية طبيعة الحال أي سلطة سياسية في العالم تريد البقاء، تريد الحكم، تستعمل جميع الوسائل لتطويع المجتمع والسلطات الأخرى لصالحها. لكن في المجتمعات الديمقراطية المتقدمة هناك سلطات، وكل سلطة تلتزم بما جاء في القانون وتعمل وتناضل
من أجل تطبيق القانون. الرئيس يتكلم على حرية الصحافة، وشاهدنا الصحفي كارش والصحفي خالد دراني كيف لمؤسسة الرئاسة أن تتهم إنسانا بريئا. لم موضوع متابعة، وهناك مادة في قانون العقوبات تعاقب من يتدخل في عمل القضاء، تجد أنه تصريح لرئيس الجمهورية بأنه خالد دراني إخبارجي، مما سيؤثر على قاضي التحقيق وقضية كاراش والصحفيين. الكلام لا يجدي، الخطاب بدون تطبيق واقعي. حاليا الصورة، الشباب الجزائري لم يعد يريد أن يسمع خطابا والفعل معاكس. أعطيه صورة حقيقية، حينما تشوف رئيس حزب مثل فتحي غراس يمارس نشاطه الحزبي وتصريحه داخل حزبه يتابع ويوضع تحت نظام الحبس المؤقت، فهذا دليل على انتهاك جميع الحريات وانتهاك الدستور الذي صادقوا عليه ويتباهوا ويفتخروا به. شكرا، شكرا جزيلا لك استاذ سعيد. سعيد زاهي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، شكرا جزيلا لك. استاذ سفيان، الآن ما هي أبرز الرسائل التي يمكن توجيهها للحراكيين اللي هم متابعون الآن، أو الذين هم الآن راهم في الإيداع في السجن؟ قضية التوثيق لهذه الانتهاكات لما يطلق عليه الجرائم، لأن الثقافة هذه نوعا ما غائبة شوي في الجزائر. ألس أنه ما يعملوا شيء هالمنظمات اللي في الخارج، ربما ينتشرون لرؤية السلطة بأنه هذه راهي في الجانب الآخر، راه تحسب علينا ليست لنا، ربما تتدخل في الشؤون الداخلية وما إلى ذلك من هذا الكلام. ولكن أنت من الذين يقولون بأنه من الضرورة بمكان القيام بعمل التوثيق والتدوين والتصوير وما إلى ذلك. أولا شوف، أن الرسالة يعني في الحقيقة للحراكيين، الحراكيين هذه تحقهم، هذه حقوقهم، حقوقهم الإنسانية. إذا لا تتمسك، يعني الإنسان ما يتمسكش بالحقوق مهما كان الوضع، فأن حقك سيسقط، لأن إذا كان الإنسان متمسكش بحقوقه والحقوق الإنسانية، الإنسان مع تطور في التكنولوجيا يقدر يعرفها، يعني يروح لجوجل واكتب بالعربية إذا كان غير بالعربية، ولا اكتب بالحروف اللاتينية، المهم اكتب حقوق إنسان، حقوقي إلى آخره، يعطيك كل المعلومات. اثنين، أن قضية التوثيق مهمة، قضية التوثيق لأن الشعوب، لأن سنتجاوز هذه الأزمة، سنتجاوز هذه الأنظمة هذه التاريخ سيحكم عليها بالزوال، لأن حتى النظام هذا القمع، والناس لازم تعرف باللي هذه سياسة القمع واسعة النطاق، هي في الحقيقة هو من بين المؤشرات الضعف للنظام، النظام الحكم أصبحت لديه فقط ورقة القمع، والورقة القمع هي الورقة الأخيرة بقت بالنسبة للنظام إلى غاية الانهيار بالنسبة لهذا المنظومة الحكم. وبالتالي التوثيق لهذه الانتهاكات، أولا الفائدة تاعها وهي أن نكتب التاريخ، لأن التاريخ لاضطهاد الشعوب ضروري لقراءته لأجيال أخرى لكي لا نكرر ما وقع للماضي، ولكن في نفس الوقت وهي وسيلة من وسائل لإنصاف الضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان. وعلى الناس لازم التوثيق، ويقدروا حتى يشكلوا، حتى لو النظام يعطي لهمش الاعتماد، كون المنظمات حقوق الإنسان، سميها كيما تحب، سميها حلف الفضول، سميها مانيش عارف أنا أي حي أي اسم، وكون منظمات حقوق الإنسان دافع عن حقوق الإنسان إلى آخره، وهذه حقوقكم. وثق التوثيق، لأن حتى في الجوجل، حتى لو ما كانش فرصة ولا ما كانش منظمات داخل الوطن تؤثر أو تدرب الشباب على كيفية الدفاع عن حقوق الإنسان، أنا أقول لك روح لجوجل واكتب توثيق حقوق الإنسان، توثيق انتهاكات حقوق الإنسان PDF، ويجيك عدة مصادر كتب، طلعها وقرأ وتعلم كيف توثق، كيف تكتب التقارير إلى آخره. أمور يعني مع التطور التكنولوجيا أصبحت وسائل يعني متاحة للجميع، هذا من جهة. ولكن ضرورة، لأن الناس يقول لك لابد من أنك تدافع علينا في الخارج، ولكن لابد من الوسائل. وشي الوسائل؟ هي القرارات، لأن القرارات ما تجيش هكاك إلا بالشكاوى، والشكاوى لو ما يكونوش الضحايا أنفسهم أو عائلتهم عن طريق محامين، ولابد أن المحامين كذلك أن يمكنون من الملفات من الوقائع لكي نرفع هذه القضايا. عما تأتي هذه
هذه القرارات تشهد على وجود هذه الانتهاكات. تصبحت بغض النظر اللي يقول لك باللي ماشي ملزمه، لا، لان يجي الدور السياسي المعارض لديه حجه، لان نحن هي سلسله، هي في الحقيقه نتعاون كومبليمونتير، كل واحد يعاون شخص، لان عندما نجيب لنا القرار والقرار يقول باللي فيه انتهاكات بشكل ممنهج، يعني نمط، يعني نمط من انتهاكات التعسفات الى اخره، يصبح السياسي الذي يدافع على حقوق الشعب امام الحكومات العالم، مش بالضروره الدخل، لان يعني العالم يبيع لك، لان يعني قادر نستعملوها حتى في ما يسمى بالقضايا، يعني نرفع دعاوى قضائيه في دوله ما لالغاء صفقات بيع الاسلحه، مش الاسلحه، الوسائل الامنيه التي قد تستعمل في انتهاكات حقوق الانسان لحمايه شعبنا. لابد ان نروح امام القضاء في الخارج، ولكن القضاء لابد من الادله. من بين هذه القرارات التي تصدرها الاليات الامم المتحده لحمايه حقوق الانسان هي حجه عليها نثبتها. عندما يجي قرار من الامم المتحده يقول باللي فيه نمط من التعسف والتعذيب وكذا الى اخره بوقايع، مثلا نعطيه على سبيل المثال بعد الناس تفهم، مثلا الشرطي يستعمل السلاح تاع الكهرباء هذاك اللي ما يسمى المعروف بيسميه الصاعق، تايزر الصاعق هذا، ايه بالضبط الى اخره. عندما نرفع دعوى ضد الشركه او ضد الحكومه التي تعطي التسريح بتوريد هذه الاسلحه ونجيب الادله، وبالتالي رفعتها امام الامم المتحده وقالت، لان الامم المتحده تعتبر استعمال هذه الوسائل هي وسائل التعذيب بقوانين الاوروبيه اللي نستعملها، بالقوانين اللي أنا تمنع توريد يعني او تصدير هذه المعدات الى الدول التي قد تستعمل في انتهاكات حقوق الانسان، فانني ننجح على سبيل المثال، وهذا ممكن. يس وي كان، يعني مش امور يعني نعجز عن القيام بها. نعطيك على سبيل المثال، في فرنسا القاضي الاستعجالي، القاضي الاداري، وقف اصدار تصدير ما يسمى هذيك الدواخر السريعه للبحريه الليبيه، لانها اثبتت على اساس انها تستعمل لحجز ما يسمى بالحراقه بالمهجرين الغير شرعي. يعني الغير قانونيين او غير شرعيين، وحجزهم في ظروف لا انسانيه في ليبيا، وهذه معروفه عالميا، ويتعرضون للتعذيب الى اخره. هذه الامور بهذه التقارير تمكنوا الجمعيات المدافعه في فرنسا على اصدار قرار قضائي من القضاء الاداري في باريس بوقف تصدير، يعني منعوا تصدير هذه البواخر لفيدات رافيد الى البحريه الليبيه. اذا كاين امكانيات وسائل، ولكن الوسائل لابد انه المواطن نفسه، المحامين بتمكيننا من الملفات، المواطنين بالتوثيق بالتنظيم نفسهم بالنشطاء الحقوقيين، خاصه ان مواقع التواصل الان موجوده استاذ سفيان ومفتوحه، يعني العالم موش فقط قرية، الآن صار زقاقا أو شارعا عوض ما كان عليه التسعينات لما ما فيش توثيق ولا تدوين ولا تصوير ولا شيء. بالضبط، يعني ذكرتني بحقبة اللي كانت يعني مأساة حقيقية، رغم أن انعدام أن نشعر على روحي، عندما نبلغ المنظمات، وخاصة كانت أمنيستي منظمة العفو الدولية، كنت نستعمل فاكس، ربما كان الفاكس في التاكسيفون وكذا إلى آخره، ربما يكون مراقب، ولكن ما عندناش. لو كانت عندنا آنذاك الهواتف الذكية بالكاميرات والإنترنت، كنا نوثق ونبني. ورغم ذلك في التسعينات تمكنا حبة من حبة وكره من كره، تمكنا من 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 تحريك العالم. هناك ضغوطات، هناك في كلام حول لجان التحقيق، في بعثات، بغض النظر عن تمكن النظام الجزائري سيدي بونغي لعب مع أطراف خارجية للتأخير إلى آخره، ولكن أحرجنا هذه المنظومة الحكم التي لعبت على إيجاد ما يسمى بالوئام المدني والمصالحة. أستاذ سفيان، ما رأيك في الذي يتحدث عن ضرورة إرسال وفود دولية هكذا حقوقية، ربما تمثل هيومن رايتس ووتش ولا الأمنيستي العفو الدولية ولا من جنيف لمنظمة حقوق الإنسان لمراقبة وضع هؤلاء السجناء، حالهم، مسألة الاكتظاظ، إذا في تعذيب ما فيش تعذيب، المعاملة وما إلى ذلك، هل في إمكانية لهذا الأمر؟ أولا المنظمات تعتقد أنه ما يعطولهمش الفيزا تأشيرة الدخول. النظام لا أعتقد ليس لديه الإرادة لتمكين هذه المنظمات والسماح لهم، ولكن ما هو موجود
هو أنه اللجنة الدولية للصليب الأحمر لديها بروتوكول وافقت مع وزارة العدل على زيارة السجونات، مانيش عارف لكن في السجون العسكرية ولا لا، ولكن من حيث المدنية معروفة. ويمكن لعائلات المعتقلين أو عن طريق المحامين الاتصال بمكتب أعتقد موجود في بيار إلى آخره بأن وضعية فلان، يعطيهم كل المعلومات الخاصة للزيارة. الإشكالية فقط بالنسبة، وهي فعالة هي مش يعني، ولكن مثلا أمنيستي هيومان رايتس واتش هي تنشر علنا التقارير ما لاحظته. طريقة العمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي ترى حسب ترى فيها أكثر فعالية أنها لا تنشر علنا، يعني لا تفضح، ولكن بالمفاوضات داخل مع السلطات الجزائرية ترى أنها قد تعالج الأمر يعني لإعادة الأمور إلى مجاريها إلى آخره. ولكن ضروري في الحقيقة الأمر ضروري على أن الناس تلجأ إلى هذه الوسائل، لأن النظام بغض النظر في مرحلة ما صادق على اتفاقيات ارتكب خطأ أو لم يرتكب خطأ، بالنسبة لي أنا لدي وسائل، وهذه وسائل قانونية ونشرت يعني تم اعتمادها بقوانين صادت عليها البرلمان الجزائري ونشرت في الجرائد الرسمية، وبالتالي أصبحت جزء لا يتجزأ من التشريع الوطني، بل أن كما أشارها الزميل المحترم سعيد زاهي أن المادة 171 من التعديلات الجديدة للدستور تلزم القاضي، تلزمه ما هوش عندوش السلطة التقديرية والاختيار، فهو ملزم بالتطبيق للاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليه الجزائر. أصبح يعني ما بقاش اتفاقيات الدولية يفترض على القاضي، ما بقاش كما حجر التيمم، يعني ليست للاستئناس، مش يعني كي تمام كي ما تلقاش الماء تروح للحجر، لا عندك القانون الوطني وزيد تحط معك أمامك القانون الدولي، واضح. شكرا، ما عندكش الخيار إلى آخره. نعم. ولكن سننتصر، أنا نقولها لهم سننتصر، وهذه بالخبرة، سواء الخبرة في الجزائر في قضايا حقوق الإنسان منذ أكثر من 30 سنة، وجبنا قضايا وعالجنا أمور مع العائلات المختطفين إلى آخره، وعندي قناعة في التاريخ الإنسانية علمنا أنه بالنضال سننتصر، لأن نحن أصحاب قضية عادلة. نحن أصحاب حق، وبالتالي الإنسان ما يحشمش، ما يكونش عنده العار، هم اللي يحشموا عندهم، يفترض أنه أن يستحوا على أنفسهم، لأنهم أصحاب الباطل وأصحاب الظلم، وأننا نحن أصحاب الحق. ما في ذلك شك أستاذ سفيان، وما ضاع حق وراءه مطالب. أكيد سنعود لهذا الملف الذي يعتبره الجزائريون شائكا فعلا وعويصا بسبب كثرة ضحايا هذا الخرق والانتهاك المستمر لحقوق الإنسان في الجزائر. شكرا جزيلا لك أستاذ سفيان شويتر، المحامي والناشط الحقوقي والخبير في العدالة الانتقالية وفي القانون الدولي. وشكرا موصول طبعا لباقي ضيوفنا الكرام، سعيد زاهي المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، وكذلك سعيد بودور الصحفي والناشط الحقوقي كان معنا من وهران، وفي الأخير غابت عنا يمينة مغراوي الناشطة الحقوقية والنقابية، لم نستطع الاتصال بها، نعطيها فرصة في الأيام القليلة المقبلة. شكرا جزيلا لكم على حسن المشاهدة والمتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.